وفرة في المنتوجات والمواد الغذائية، هكذا تبدو معظم الأسواق الليبية خلال شهر رمضان، وفرة تقابل بركود في المعاملات التجارية. فارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية باتت تثقل كاهل الليبيين. أنا نشوف الأسعار غالية هلبة، ما فيش طبعا تنسيق بين الأسعار، كل محل يبيع بشكل، والأسعار يعني غالية 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 فوق ما تتصور. ما فيش حاجة في مستوى المواطن الحق، والفلوس مهناش. وبعيدا عن ارتفاع الأسعار، يشتكي معظم الموظفين من تأخر صرف الرواتب جراء تردي الأوضاع الاقتصادية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تعيش أسواق العاصمة طرابلس على وقع حركة تجارية دؤوبة. بالنسبة للأسعار السنة دي المرتبات، معناها ما فيش مرتبات، والناس زي ما تقول ظروفها يعلم الله. معناتها انا بروحي تاخذ القضيه، كنت بتوقع انه بتجيني مبلغ، معناها عادي جتني مبلغ كبير. والله تعتبر الاسعار في ازدياده، فما باعتبارهم حتى الموظفين والموظفات معناها ما استلموش مرتبات نتاعهم لحد الفتره هذه. وتواجه ليبيا تحديات اقتصادية مختلفة، فالبلاد باتت على حافة انهيار اقتصادي جراء الصراع العسكري على السلطة بين حكومتين متنافستين، الأمر الذي أفرز فوضى أمنية واسعة في البلاد. وتشير توقعات اقتصادية إلى حاجة ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل وارداتها السنوية.